عظم الله أجورنا وأجوركم سادة المشاهدين في كل مكان، وحياكم الله في هذه التغطية الإعلامية الحصرية داخل مدينة كربلاء المقدسة. واليوم سنبقى حتى ساعات الفجر من اليوم التالي لننقل لكم المشاعر الصادقة لزوار أربعينية الإمام الحسين في هذه المنطقة المباركة. طبعا من خلال اتصالاتنا وتواجدنا طيلة الأيام الماضية في كربلاء المقدسة، اليوم شاهدنا هنالك تنسيق عالي المستوى مع هيئة النقل والجهات الأمنية ذات العلاقة في منطقة مدينة كربلاء بالتحديد، في فتح الطرق الرئيسية المؤدية إلى هذه المنطقة. ونحن الآن بالتحديد في هذه المنطقة اللي تسمى فلكة التربية بالتحديد، بجانب أو قرب سيدي ومولاي الإمام الحسين وأخيه بالفضل العباس. طبعا الآن فتحت معظم الشوارع الرئيسية المؤدية إلى هذه المنطقة، الغرض منها هو تسهيل الإجراءات لعودة الزائرين إلى المناطق التي جاءوا منها سابقا خلال الأيام الماضية. طبعا إجراءات سلسة وسهلة وتوفير عجلات متنوعة وباصات، الهدف منها هو عودة الزائرين إلى المناطق التي جاءوا منها خلال الأيام الماضية. بالإضافة لهذا الموضوع أن هنالك عمل دؤوب ومتواصل من المواكب الحسينية، يعني الموكب ما يقتصر عمله على ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات، وإنما لمدى 24 ساعة يقدم خدماته للزائرين الكرام في هذه المنطقة المباركة. الملفت أيضا أن هذا العام وبالتحديد في هذه الأيام القريبة على يوم الأربعين، أنه جاءتنا أعداد كبيرة من الزائرين الأجانب من مختلف الجنسيات العالمية والعربية والإسلامية للمشاركة في زيارة أبي الأحرار الإمام الحسين. ما أحب أطيل عليكم بالحديث، لكن راح نخلي الأجواء أمام هذه العدسة المباركة لحتى يشاهدها العالم من خلال هذا الموقع وبالتحديد في الليل. نحن الآن ليلا، سنتواصل حتى الفجر مع الزائرين الكرام ونسلط الأضواء على هذه المسيرة المليونية. خليكم ويانا وتابعوا الأحداث بهذه الساعات القادمة. احنا انصار الحسين وحقنا نتباهى، والاسامي بعالم الدر من كتبناها، بيعت الطف بضمايرنا حفظناها، على العرش مكتوبة كلمة واحنا شفناها. ويا مولاه عهدنا سامره والطف ننتظره، موقفنا انضبر بعاشورا.
والطفل انتظر موقف ننظر بعاشورا والعهد للمنية ما ننسى نترك ابن الزجية لا والله. شد حبيب الراية بيده وتسعر ناره قال له جدامك يا ابو الاكبر مش نغاره نقلب يمين المعسكر نحرق يساره نكتب بجمل ملاحم حين يتغاره. الحديث عن الزيارة المليونية الاربعينية حديث حزين ذو شجون، لكن حاولنا جهد الإمكان أن نبحث نتقصى من خلال هذه العدسات المباركة نشوف الزوار منين إجا وين وصلوا هاي المنزلة العظيمة للإمام الحسين عند العراقيين والعالم أجمع. طبعا المشاعر كبيرة لا توصف بهذه الكلمات وهذه العدسات وهذه الكاميرات، لكن حاولنا جهد الإمكان أن نتواصل لساعات متواصلة ليلا في هذه المدينة المصغرة لكنها مكبرة وكبيرة بالإمام الحسين عليه السلام. حاولنا أنه ننقل المشاعر الحية والصادقة للزائرين الوافدين من مختلف بلدان العالم اللي اجوا وزاروا العراق وتحدثوا عن كرم العراقيين وجودهم في خدمة الإمام الحسين. طبعا مدينة كربلاء تغص بالزائرين والأعداد بتزايد، والليل في النهار متواصل بخدمة زوار أربعينية الإمام الحسين. ساهمنا باللقاء مع الزوار الأجانب، تعرفنا عن مشاعرهم وجودهم في العراق، الكل يتحدث عن هذه المدينة الطاهرة مدينة كربلاء المقدسة. لكن احنا من خلال هذا اليوم والتغطية الحصرية الليلية حاولنا جهد الامكان ان نشوف الاجواء ليلا حتى نوصل صورة للعالم ان العراق امن بابنائه بجنوده بكافة قومياته بكافة اديانه، الكل يرحب بزائري الامام الحسين. يعني هنا في مدينة كربلاء تعجز الكلمات عن الوصف، الكل يخدم الإمام الحسين بكل ما يمتلك. لذلك من هذا المكان ومن هذه المدينة المقدسة والطاهرة سنتواصل معكم بإيصال الصوت الحسيني والصورة الحسينية إلى العالم أجمع. الآن وصلنا إلى ختام هذه التغطية الإعلامية الليلية في مدينة كربلاء المقدسة، وسنتواصل بالقادم أفضل إن شاء الله. هذه تحياتي محدثكم حسين العتابي في الإعداد والتقديم، وتحيات المصورين خلف الكواليس كريم البعاج وزين العابدين المقصوصي. إلى أن ننتقل حتى يوم الأربعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.